نمشي الفقرة ميتيو. ميتيو ميتيو ميتيو، أحوال الطقس على الحياة الفهم. أحوال الطقس حياة فم اليوم 7 أوت 2022، كانت درجات الحرارة منذ السادسة صباحا 24 درجة، توصل 38 درجة ما بعد الظهر، والرياح في سرعة أقصى 15 كيلومتر في الساعة، ظهور سحب عابرة هذا المساء، وأمطار منتظرة خاصة على الشمال الشرقي. البارح كمية هامة من الأمطار، كمية محترمة في سوسة والقروان والمستير، وخاصة جهة المنستير والقيروان والسوسة، ولكن أيضا وجدت أمطار متفرقة في زغوان وقفصة وصفاقس والمهدية وقابس. سجلنا نزول التبروري في بعض المناطق من القيروان ونابل وسوسة، بلغت كمية الأمطار بين 20 و30 ملم في سوسة والقيروان.